هي مش وسيلة ممكن نحكي سوشيال ميديا، هي وسيلة أساسية لمختلف أنواع وسائل التواصل. أكيد عم بحكي عن الكتابة اللي بترتقي بالإنسان روحيا وجسديا وفكريا وثقافيا لفعلا يكون شخص مؤثر وشخص مميز في المجتمع الفلسطيني. اليوم مستضيف معنا أستاذة بتمتلك ملكة الكتابة والشعر. يسعد صباحك أستاذة نهى عمر. أهلا وسهلا فيك. يعني جيتينا، أنت ساكنة مقيمة في رام الله لكن اليوم ضليتي عنا بهالبلاد عشان تكوني معنا بالبرنامج، فأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذة نهى، إذا بدنا نعطي تعريف للمشاهدين عن حضرتك، إيش ممكن نحكي لهم؟ نهى عبد الرحمن عبد الكريم عمر من فرعون، خريجة إدارة أعمال واقتصاد الجامعة الأردنية، زوجة الدكتور باسم قشوع من علار. درست أكثر من شغلة يعني فيما بعد عشان ألاقي شغل، ودرست ضمن ذلك المهني اللي هو تدريب السواقة. حلو. أحب يعني الأدب والشعر واللغة العربية كل ما له علاقة بالأدب والفن والجمال يعني، وبما في ذلك أشوف الرسم يعني أستمتع فيه، ممكن لوحة توحيلي بموضوع يعني أكتبه. حلو. إذا يعني حبيتها. نعم. يعني هي باختصار شديد. باختصار شديد. طيب تمام. إذا ممكن نحكي يعني أستاذة نهى، إنه أنت تفضلتي إنه درسي إدارة أعمال واقتصاد، وممكن بلشتي في مجال تدريب السواقة، وأيضا هناك في لك نشاطات أخرى، شو الدافع اللي بخليكي إنه فعلا تنخرطي في كل هاي المجالات، ومش إنه فقط أنا درست بهالجامعة وبدي خلص، يعني هي زي كأنه واجب علي وبدي أنهي؟ لا، هو بالأساس إحنا في البيت عندنا كلهم كانوا قارئين، فأنا متعودة أقرأ من أنا صغيرة يعني، هذا الكتاب دائما كان رفيقي ورفيق كل فرد في أفراد العيلة. نعم. فضلت هاي الهواية والشغف يعني للقراءة وللكتابة، إنه بنمي الواحد ذهنه، بتواصل روحيا مع يعني مع الآخرين ومع نفسه. يعني الموضوع القراءة والكتابة إشي بعتبره شيء أساسي في حياة الإنسان عشان يضل إنسان، ما يفقد إنسانيته يعني في النهاية. أنا بهمني هذا الموضوع. نعم. فضلتني متواصلة، يمكن مريت بمحطات بحياتي أبعدتني شوي أو خففت من يعني اهتمامي قصرا يعني في الموضوع للظروف الاجتماعية. نعم. والشغل وإلى آخره، لكن مزبوط أنا درست إدارة، بس أنا ضلتني أحب العربي يعني، أنا بنت اللغة العربية يعني في النهاية. صحيح أنا كنت علمي، بس ميولي يعني نحو القراءة والأدب واللغة وحب الشعر وتذوقه، يعني أنا متذوقة أصلا قبل ما أبلش أكتب بالشكل الرسمي اللي هو هلأ أنا فيه. نعم. يعني تذوق أكثر إشي كان. نعم. بالنسبة طيب إذا بنحكي تذوق، يعني إيش كان أكثر شيء بيستهويكي إنك تتذوقي أو تحاولي إنه ممكن تنتقيله حتى تقرأي؟ يعني في البداية كنت أقرأ روايات أكثر وأقرأ شعر، يعني أي كتاب بوصل لإيدي أحاول إني أفهمه أقرأه يعني. نعم. بعدين يعني صرت أنا أجرب يعني أكتب. طبعا في المدرسة كنا نكتب، لأنه كنا نكتب مثلا موضوع التعبير دائما. صح. يختاروا مثلا موضوعي. صح. إنه قومي نهى اقرأي، لأنه موضوع نهى مثلا حلو مميز، في خيال، في صورة. سوري. في الجامعة نفس الإشي، نكتب النصوص، نكتب مقدمات مثلا لمهرجان، لحفلة، لإشي في المدرسة في الجامعة إلى آخره الموضوع. نعم. حتى في شغلي كنت أنا أكتب لهم الموضوع لما بكون في عنا حفلة في الجمعية. جميل. وأنا ألقي مثلا الشعر، الأشياء هاي، عريفة حفل. إلى آخره. إضافة إلى نشاطاتي كمتطوع يعني، أنا من أنا صغيرة أتطوع وين ما كان، منخرطة في النشاطات الاجتماعية والنسائية والوطنية وإلى آخره. فالحمد لله يعني. يعني إحنا يعني تقريبا عم نحكي عن قصة نجاح في 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 مختلف المجالات، سواء قراءة، سواء ممكن في الصعيد المجتمعي والاجتماعي ايضا. طب صراحه انه اذا حكينا اشياء نمت عندك هذا الشغف اللي موجود، ايش ممكن الاسباب اللي بتكون عدا عن استمراريه ومتابعه القراءه؟ هو يمكن بالاول خلينا نقول الظروف وقفت هاي الموهبه، خلينا نقول انها ظلت مخزونه. حتى انا يعني كنت اكتب وما يعني ما اهتم باللي بكتبه، يعني ما احافظ عليه.
لكن مرات إما ضغوط الحياة وظروفها بتخليك أنت تلجأ إلى إشي أو تهرب من واقعك لواقع آخر أو العالم أنت تخلقي لنفسك أو أي واحد فينا، يعني مش بس أنا، أي حدا معرض لهيك. فشو أهم شو أقرب إشي لنفسك؟ إنك تمسكي ورقة وقلم وتعبري. هلا بالأول يمكن يطلع هذا التعبير أي إشي، بعدين إذا بترجعي له بتلاقي إنه أنت مطلعة إشي كتير مهم وإشي كتير حلو بعبر عنك وعن كل حدا زيك، بعدين بتصيري أنت تنطلقي لتعبر عن الحالات الأخرى. مثلا إحنا واقعنا كفلسطينيين ما هو بيجبر اللي ما بعرف يكتب يكتب، يعني صحيح. بغض النظر بكتب وطني، بكتب غزل، بكتب كله، يعني حتى في الغزل انت بتكوني تحكي عن وطنك وعن الآخر، بتكوني في الوطني بتكتبي برضو عنك وعن الآخر، يعني دائما هدول يعني ما بنفصلوا. كمان السياسة أنا يعني قرأت كثير كثير في السياسة وانخرطت فيها، اهتماماتي إلى آخره، هاي خلت زي ما تقولي حياة الواحد كلها في دماغه الأشياء كلها متشابكة مع بعضها، يعني بتلاقي حالي بكتب إشي في الغزل لا دخل إشي دخل كمان إشي. شوي له علاقة في الوطن وفي السياسة وفي المجتمع، فبتلاقي مواضيعي أنا متنوعة، يعني ما بين الوطني والغزلي والمجتمعي، هموم الإنسان، هموم المرأة، لأنه أنا بعتبر حالي يعني من مناصري المرأة في المجتمع الشرقي، لأنه إحنا في عنا كثير قضايا لسه يعني بنعاني منها. فنوعت يعني وبتابع. هلا طبعا لما بلشت ادخل بالوسط وشجعوني، او بالاول كان محدود يعني انطلاقي مع وجود وسائل الميديا وامكانيات انه يوصل صوتك للاخرين، ففي ناس يعني شوي شجعوني، ناس احبطوني الى اخره، بعدين انا فرضت يعني واقع معين، انا بدي اكتب يمكن الاقي ناس يسمعوني يمكن ما يسمعوني، بس اعبر. مش احنا نلاقي اعجاب الكل، يعني زي ما بيحكوها غايه الناس رضا الناس غايه لا تدرك. بالضبط. ممكن نسمع شيء انت كاتبتي حاليا؟ أول إشي هاي في تحية صغيرة، يعني كم بيت لطول كرم يعني هدول على السريع إجوا طلعوا الصبح. إلى طول كرم أشد رحلي إلى أرض العراقة والهبات، وطئت منازل الأسلاف أهلي، بهم كرم بهم كرم وطيب من صفاتي، بتياك الكروم بنوا حضارة بما صنعوا وكانوا في ثباتي، على أثر لهم يشهد مشينا وفي عمق دلائل ضارباتي. يسعد صباحك يا رب ويسعد هالكلمات الرائعة، يعني قامتك في رام الله إلى ما بتحنحني لطول كرم. دائما أحن إلى طول كرم لأنه أنا عشت فيها، يعني إنسي إنه فرعون بس إنه كمان ما بفصل. أنا مدرستي من صف سابع حاليا يعني للتوجيه، وأنا في طول كرم وعلاقاتي وصحباتي ولا نزلنا تواصل، وهلا عاملين جروب اسمه اصدقاء الصف، رجعوا جمعوا بعض بنات زمان وبنحكي لبعض شو اخبارنا، يعني صحيح ما بشوفه. نعم رائع. كان في بالي سؤال، انه احنا حاليا بنشوف في الاغلب يعني او المعظم نحكي في المجتمع الفلسطيني، هناك في كميه كبيره من القراء والفعل المتابعين لهذا الموضوع، لكن في كمان ايضا مجموعه لا باس فيها في المجتمع الفلسطيني شوي مبتعده عن القراءه، عدا عن هيك انه صارت تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير. قديش هذا الاشي ممكن انت تشوفيه ككاتبه وشاعر وقارئة أيضا، إنه ممكن فعليا يأثر في المجتمع الفلسطيني؟ يعني ممكن البعض إنه ما بدرك شو الأثر اللي ممكن أو الضرر اللي ممكن يلحقه. شوفي وسائل التواصل إذا بناخد إيجابيتها طبعا أكيد منيحة، لكن للأسف هي صارت مشاع، يعني كل واحد بده ينشر بروح بيعمل حاله قارئ أو كاتب. أنا ما بدي أدعي أني أنا أم الكتابة أو إلى آخره، لا أدعي أبدا، أنا بقول عن حالي أكتب وأعبر وأخطئ وأصيب، وأكيد في ناس كتير أحسن مني وفي ناس كتير أقل مني يعني. لكن يعني أنا عم بشوف شغلات تافهة جدا 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 بتنزل، وشو بنزل لها إعجابات وإلى آخره. هون خطورة الميديا، لأنه أي حدا بقرأ عن الفيس وهو ما عندوش الخلفية الثقافية بده يتأثر، صحيح. وبالتالي بدها تنزل تهبط في الذوق العام،
وتهبط في مستوى الكتابة وتهبط في مستوى يعني مستوى اللغة العربية. هلا إذا إحنا بدنا نحافظ على لغتنا المفروض يكون في انتقاء، يعني يكون القارئ على درجة من الوعي إنه يعني أنا بلاقي واحد مثلا بكتب لك عن محظور محذور مثلا مثلا صح. يعني خلينا هاي خطرت على بالي يعني أخطاء حتى لغوية وهو بيقول عن حاله شاعر أو هي بتقول عن حالها شاعرة أو كاتبة أو أديبة. طب أول إشي روحوا اقرأوا اتقنوا يعني الإملة صح. يعني هاي مش خطأ مطبعي، خطأ مطبعي أنا بغلط يعني وأنا أطبع، بس هاي خطأ لغوي عن الذال زين مثلا، او يعني في كثير شغلات فهي بتغير. انت بتعرفي لغتنا العربيه كيف حركه بتغير معنى كلمه و او الى اخره بتغير كثير. يعني انا مش دارسه لغه عربيه ومش كثير، بس انا من كثر ما يعني بحب اللغه العربيه في شغلات يعني ما بغلطش فيها، بس في شغلات ممكن اغلط فيها، يعني اغلط في النحو ممكن، في القواعد ممكن، بس مش في إملة بسيط يعني زي هيك. يعني ممكن نحكي في أخطاء بنغفر لها أيوة بالعامية. فالكتاب أنا برأيي الكتاب هو الأهم، الكتاب مش لازم نستغني عنه، لأنه هذا كمان يعني يجحف في حق الكتاب والأدباء والعلماء، مش بس الشعراء، العلماء اللي بتعب الواحد فيهم على بحث إله مثلا 10 سنين ليطلعوا بالآخر ما يلاقي كتابه يرتمي على الرصيف ما يلاقيش حدا يقرأه. فهذا أهم يعني. نعم. هناك أيضا أمسيات ثقافية وندوات ممكن نحكي، حكينا عن مشاركتك فيها وكداش فعلا هي أهميتها، إنها أهمية يعني عقدها، لأنه حتى فعلا ممكن كل قارئ أو كل كاتب يعطي شوي من الموهبة اللي بتلكها. من أهم يعني خليني عشان الوقت البرنامج من أهم المشاركات كانت مهرجان الشعر العربي الثاني في لبنان. هلأ اللي بعده صار أنا ما قدرتش أروح عليه يعني للأسف، ما بتعرف المصاري خلينا نقول بالعامية يعني تقع تقف عقبة يعني في طريق تحركاتنا. وكمان كان في كمان في مصر برضو ما قدرتش أروحه لنفس السبب بهذيك الفترة. رحت الأردن مهرجان زي الثقافي، في هون عندنا شاركت مهرجان الخليل، مهرجان أوديس جامعة القدس أوديس، مهرجان أريحة في التراث خيمة التراث. رجعت على مصر كان في عنا في معرض الكتاب، شاركت في عدد من الأمسيات وشاركت بشكل خاص يعني كانوها في أمسيات تابعة لمحافظة كفر الشيخ. والسنة كمان رديت رجعت على مصر، رجعت أنا المزبوط هيك يعني أودي بنتي تدرس فشاركت ضمن أمسيات الإسكندرية في لي أصدقاء يعني لما عرفوا أني موجودة عملوا لي كذا لقاء حلو، وكان فيهم تكريم حتى هيك يعني فاجأوني فيه حلو. وين كمان يعني بنحكي مشاركات داخل الوطن وأيضا وخارج الوطن. نعم الوطن. نعم هاي مهمة طبعا، كيف عشان تعريف الناس عليك أنت أو أنا أو يعني أي حدا كشخص في خارج وطني. وانا الي هلا يعني تقريبا معارف كتير صار لقاءات، اكثر من لقاء في تلفزيونات في اذاعه في مصر في صحف الى اخره، يعني هذا اشي كتير منيح انه بعرف الناس عليكي، بعرفهم على ثقافة وطنك. أنا من خلال هاي مهرجان زي هذا بقعد أنا ما بروح بلقي القصيدة وبطلع زي غيري يعني. أنا بقعد مع الناس بعمل علاقات بحكي لهم عن بلدي عن وطني، في ناس بيعرفوش كيف إحنا عايشين للأمانة يعني ما بيعرفوا خصوصية الوضع الفلسطيني كيف هو، شو يعني الاحتلال وين الاحتلال، بيفكروا إنه إحنا تحررنا وخلص وانتهى الموضوع وإلى آخره يعني. فهذا بالنسبة إلي أنا أهم حتى من مجرد إني أروح أشارك كشاعرة أو ككاتبة أو أحكي كلمتين. هو كواجب وطني على كل شخص بالضبط. أنا بالنسبة إلي مسؤولية وطنية مهمة جدا جدا إني أحكي لكل شخص بشوفه شو إحنا عايشين وكيف إحنا عايشين، فهذا هذا أهم إشي تحصل عليه فيه. يعطيك ألف عافية وإن شاء الله يا رب تضلي يعني موجودة في كل الوطن العربي وممكن كمان للعالم لحتى ننقل رسالة الوطن. في كمان إشي ممكن مكتوب حابة تشاركينا إياه؟ اختاري اي شيء تسمعي وطني ولا غزلي ولا شو بدك وطني او اي شيء بتحبي بختار بذلك. في وطني وفي غزل طبعا، كتاباتك منوعه ما بين موزون وما بين نحكي ونثري.
وشو اخرى خلينا نقول ما احكي ونثري يعني موزون، في منه وطني وفي عادي وفي خلص اللي بيطلع بايدك بنسمعه. بدك اذا بدك نص اوكي هاي فيها هاي ما يعني عشان ما نطولش أوكي. هاي فيها غزل وفيها وطن يعني جايات لحالهم هيك دخلوا بين بعض. انا قلبك حين تعيا اسم القصيده. نعم. انا يا روحي قلبك حين تعيا وكلي في سبيلك جئت افدي اهاديك الفؤاد اذا دعاني ولا أرجو سوى حب يمدي لروحي سلمها إن جئت تعطي لأبقى فيك غارقة بسعدي أدافع كل لحظ من حياتي ولا أبغي الريادة والتحدي أريدك ثابتا كالطود دوما فلا تهوي بأفعال التردي حبيبا موطنا للشمس حقا يهون العمر في لحظات جدي رجوت حنانك المأمول وعدا فما أعطيت تصديقا لعهدي بقيت على وعود الحلم أحيا أراقبني بجزر ثم مدي فلا حبا أنست ولا وفاء يقود الذهن إن عز التصدي نقيم صروح أمجاد لنرقى إلى قمم تجاور نجم مهدي ولي وعد قطعته حق دين لفكر لا يساوم حول وعدي سأبقى بانيا علياء ذاتي لأكسر ظلم سجان وقيدي. رائعة هاي هون هلأ أنا لمست التمازج اللي كنت عم تحكي عنه بين الوطن والغزل. لا شعوري يعني عندي أكتب غزل لقيت حالي بالآخر صارت كأنك تتغزلي في الوطن يعني. ما شاء الله عليك أستاذة نهى، أنا كتير بشكرك لوجودك معنا. كنا نتمنى أنه يكون وقت البرنامج يعني بسعفنا أكثر أنه تكوني معنا ومشاركات أكثر إن شاء الله في لقاءات أخرى بتكوني حاضرة ويانا في وقت أكبر ونسمع كتابات بمختلف الأنواع اللي بتكتبيها. كل الشكر لوجودك معنا ونتمنى لك يعني مشوار وعودة بالسلامة لرام الله. تسلمي وسلمينا على الأهل هناك. الله يخليك معنا.